سوني اعلنت انه جهاز البلاي ستيشن 5 ديجيتال اديشن راح يكون 400 دولار، واعلنت انه البلاي ستيشن اللي فيه الديسك راح يكون 500 دولار، يعني زي سعر الاكس بوكس سيريس اكس. البلاي ستيشن 5 ديجيتال اديشن راح يكون اغلى 100 دولار عن الديجيتال اديشن تاع الاكس بوكس اللي هو الاس. اعتقد انه الاسعار منافسة وكما كان متوقع تقريبا، الكل توقع هاي الاسعار. رأيي الشخصي انه الاسعار مناسبة بالنسبة للجيل الجديد وبالنسبة للتكنولوجيا الجديدة اللي بتوفرها اجهزة البلاي ستيشن 5 واجهزة الاكس بوكس سيريس اكس والسيريس اس. فاعتقد انه الاسعار مناسبة وملائمة لهي التكنولوجيا الجديدة. سوني كمان اعلنت عن تاريخ الاصدار لجهاز البلاي ستيشن 5 للجهازين. بتاريخ 12/10 راح يكون متوفر بامريكا، باليابان، بكندا، بالمكسيك، باستراليا، بنيوزيلاند وبكوريا. اما ب 19/10 يعني بعد اسبوع من الاصدار في امريكا راح يكون لجميع الدول الثانية اللي موجودة في العالم. يعني عمليا جهاز البلاي ستيشن 5 راح يكون متوفر بالاسواق بعد يومين من اصدار اجهزة الاكس بوكس الجديدة السيريس اكس والسيريس اس. سوني كمان اعلنت عن الاسعار النهائية للاكسسوريز اللي بتيجي مع جهاز البلاي ستيشن 5. من ضمنهم الكنترولر تاع البلاي ستيشن 5 راح يكون 70 دولار، السماعة الـ 3D راح يكون سعرها 100 دولار، الكاميرا اللي بتتواجد مع البلاي ستيشن 5 راح يكون سعرها 60 دولار، الميديا ريموت راح يكون سعره 30 دولار، والتشارجر الوايرلس تشارجر اللي بتعبي فيه الكنترولر او بطارية الكنترولر للبلاي ستيشن 5 راح يكون سعرها 30 دولار. اسعار مناسبة ملائمة واعتقد انه ما راح يكون في مشاكل لهيك شيء. اما بالنسبة للالعاب فشركة سوني كمان اعلنت عن الالعاب اللي راح تتوفر على جهاز البلاي ستيشن 5 على الاقل في بداية مشوارها. اما سعر العاب البلاي ستيشن 5 فراح يكون سعرها 70 دولار، سعر كان متوقع ومش مفاجأة. اما بالنسبة للالعاب اللي راح تيجي مع البلاي ستيشن 5 او راح تكون متوفرة على البلاي ستيشن 5 فسوني اعلنت عن بعض الالعاب من ضمنهم. فاول لعبة اعلنت عنها شركة سوني كانت فاينل فانتزي 16 اللي هي راح تكون اكسكلوسيف للبلاي ستيشن 5 وراح تكون متواجدة على منصة البي سي. اللعبة مبين عليها انه جميلة، طبعا جرافيكات سكوير انكس معروفة بجمالها واتقان الجرافيكا بشكل عام. الجرافيكا كثير حلوة، بتمنى انه تكون حسب توقعات الجيل الجديد. اللعبة الثانية اللي اعلنت عنها شركة سوني كانت طبعا اللعبة المنتظرة واللي اغلب اللاعبين والجمهور بيستناها، طبعا لعبة سبايدر مان الجديدة. بالدعاية الفيديو اللي ورجته سوني ورجوا اكم من دقيقة من اللعبة جيم بلاي للعبة سبايدر مان. رأيي الشخصي انه الجيم بلاي كان جميل جدا، مبهر، الجرافيكا خلابي، الصور حلوة، الصوت، الصورة، كل شيء كان سريع، كان سلس. اعتقد انه هاي اللعبة راح تكون من انجح العاب بلاي ستيشن 5 وبتمنى انه تكون حسب التوقعات. اللعبة الثالثة اللي سوني اعلنت عنها كانت لعبة هاري بوتر الجديدة. انا بصراحة ولا مرة لعبت اللعبة لهاري بوتر، لكن اعتقد انه بهاي المرحلة راح العب هاي اللعبة. اللعبة كانت بجرافيكا جدا جميلة، وبما انه ولا مرة جربت العب لعبة لهاري بوتر او احضر فيلم لهاري بوتر او اقرأ قصة هاري بوتر، فاعتقد اني راح اجرب هاي اللعبة. اللعبة كانت فعلا جميلة، جرافيكا فعلا جميلة، فبتمنى انه تكون لعبة حلوة، لانه بالتريلر او بالدعاية اللي قدموه فعلا انبهرت من الحركة، من الصورة، من الصوت، من كل شيء.
اللعبة الرابعة كانت عبارة عن جيم بلاي خفيف للعبة بلاك أوبس الجديدة. الجيم بلاي ورجى شغلات حلوة، كانت الأحداث بتدور المطار، طيارات وسيارات وجيبات، تيبيكال لعبة شوتر، وبالنهاية أعتقد أن اللعبة تكون حلوة كمان. كمان لعبة ورجونا اياها هي اللعبة الاكسكلوسيف للبلاي ستيشن 5 اللي هي ديث لوب. جيم بلاي جميل، رسومات جميلة، انا شخصيا مش كثير متشوق للعبة، لكن اعتقد انه في جمهورها اللي بستناها فارغ الصبر، واعتقد انه تكون لعبة مش بطالة، لعبة حلوة بالنسبة لمستوى الجرافيكا او مستوى الجيل الجديد من البلاي ستيشن 5. لعبة إضافية كمان أعلنت عنها سوني هي Devil May Cry 5 Special Edition. رسومات جميلة، اللعبة أحداثها سريعة طبعا، قتال بالسيوف بالأسلحة، جرافيكا حلوة، تيبيكال ألعاب Devil May Cry اللي سبق ولعبناها على أجهزة ثانية. منشوف شو بصير بلعبة Devil May Cry 5. كمان لعبة إضافية أعلنت عنها شركة سوني، ورجتنا بعض التريلرز، شوي من الجيم بلاي، رسومات حلوة، هي لعبة Odd World Soul Storm. بتوقع إنه تكون لعبة جميلة. شخصياً لعبت اللعبة على الأجهزة القديمة تاعت البلاي ستيشن، كانت لعبة حلوة، وبتوقع إنه اللعبة الجديدة تكون كمان حلوة وحسب توقعات الجيل الجديد. سوني كمان ورجتنا تيزر صغير عن لعبة Five Nights at Freddy's. شخصيا انا ما بعرف شو هاي اللعبة، منشوف لقدام شو بصير فيها. لعبة إضافية ورجتنا إياها سوني هي لعبة ديمون سولز الريميك الجديد من شركة بلو بوينت. هاي الشركة بتختص بالريميكس الجديدة للألعاب القديمة. أنا شخصيا لعبت لعبة شادو أوف ذا كولوسوس الريميك الجديد اللي عملته هاي الشركة بلو بوينت، عجبتني كثير، رسومات خلابة، صورة، صوت، أداء، واعتقد انه ديمون سولز هي من اكثر الالعاب اللي الجمهور متشوق لها. انا شخصيا متشوق كثير لها، حسب شو شفنا بالجيم بلاي اعتقد انه اللعبه راح تكون جميله جدا، وبتمنى انه هاي الشركه تكبر اكثر واكثر وتعملنا ريميكس اكثر واكثر لالعاب قديمه احنا بنحبها. سوني ورجتنا كمان تيزر صغير للعبة فورتنايت 2. انا شخصيا مش فان لهي الالعاب، لكن بتوقع انه في لها جمهورها الكبير، ومنعرف انه لعبة فورتنايت الحالية تفوقت على لعبة ببجي. هاي اللعبة الى سوقها والى جمهورها، اتوقع انه اللعبة تكون حلوة كمان. سوني كمان ورجتنا ميزة البلاي ستيشن بلس كوليكشن، من ضمن هاي الالعاب God of War، Bloodborne، Monster Hunter، Final Fantasy 15، Fallout 4، Mortal Kombat X، Uncharted 4،
Ratchet and Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit Become Human. هاي الألعاب راح تكون بجرافيكا محسنة على أجهزة البلايستيشن 5، أداء أحسن. بتمنى إنه هاي الميزة تكون حلوة وتشتغل بأداء رائع على جهاز البلايستيشن 5، ونشوف ألعاب البلايستيشن 4 بشكل أجمل وبأداء أحسن على أجهزة البلايستيشن 5. خلاصة الموضوع، أعتقد إنه سوني ورجتنا الجهاز بما فيه الكفاية، السعر النهائي، الألعاب اللي راح تظهر بأول مشوار لبلايستيشن 5، الجرافيكا حلوة، الأسعار مناسبة، التكنولوجيا جديدة. بالنسبة للبري أوردرز من اليوم بنقدر نوصي على هذا الجهاز. وفي النهاية أعتقد إنه هذا الجيل الجديد من الأجهزة، البلايستيشن 5 والإكس بوكس سيريس إكس، راح يكون في حرب طاحنة، راح يكون في تنافس عظيم، راح يكون في ألعاب ممتازة، وراح يكون في تحدي بين الشركتين، وبالآخر المستفيد أعتقد إنه هو بس اللاعب، لأنه كل ما اشتد التحدي بين الشرك اللي بيستفيد بالآخر هو الزبون، لأنه بيلاقي منتجات متميزة. وأنا كثير متشوق لهذا الجيل وللتكنولوجيا الجديدة للألعاب الجديدة، ومنشوف شو بصير لقدام. جهاز البلايستيشن 5 وجهاز الإكس بوكس سيريس إكس أيامهن معدودة لوقت الظهور، عمليا أقل من شهر، ومنشوف شو بتوفر هاي الأجهزة من الألعاب الجديدة والمميزة. بتمنى تكون عند حسن ظن الجميع، والكل يكون مبسوط، كلاتنا نتهنى ونستمتع بأوقاتنا في جيل الألعاب الجديدة. وأخيرا لا تنسوا تدعموا القناة، الاشتراك، لايك، كومنت، شير. بنشوفكم بفيديو جديد، بقصص جديدة، وبأخبار جديدة. يعطيكم العافية.